Assalamu alaikum. Hello, guys. Today was really a very special and amazing day because حصلنا على واحد donation اللي هي عبارة عن collection of books, a huge collection of books من عائلة ديال الدكتورة والأستاذة اللي قراتني في كلية الأدب والإنسانية مراكش ومعية أساتذة آخرين اللي من هذا المنبر كنوجه لهم الشكر. I want to thank them so much and I'm really indebted to them على كاع داك الإفورتس ولا كاع الهارد وورك اللي داروا معنا على كل بيسز اوف ادفايس اللي عطاونا فاش كنا كنقراو وعلى الاورينتيشن اللي داروا لينا التوجيه وعلى الامباكت ديالهم علينا احنا البوزيتيف امباكت ديالهم علينا احنا اللي خلانا اننا نوصلوا الحمد لله بفضل الله ثم بفضلهم لهذا المستوى في اللغه اننا حنا ولينا اساتذه كنقريو وكنمارسوا في القسم. غادي اليوم نهضر لكم على بعض الفوكابولاري على دونيشنز وامثله ديال دونيشنز وعلاش دونيشنز مزيانين. Why donating is very important in our life. علاش دونيتين علاش الهبه ولا تعطي شي حاجه مزيانه في الحياه ديالنا. What are the positive impacts that donations can have on you. شنو هما التاثيرات الايجابيه اللي يقدروا يكونوا على عليك بسبب دونيتين اوكي بسبب انك كتعطي للناس كتهب شي حاجه سبيل الله. And I'm going to talk to you about head collection of books عليهم بشكل عام واشنو غادي نديروا بهم وكيفاش غادي نستغلوهم في المركز ديالنا. Follow me please. So let's get started and I would like to mention some examples of donations اللي كيعطيو الناس عادة ولا بعض الأمثلة ديال donations اللي هبات اللي كيعطيو الناس عادة اللي هما معروفين. So for example donating blood. If you're donating blood, so you're donating life. راك انت كتعطي الحياة. كتكون سبب في إعطاء الحياة للناس. و donating blood راه هي تقريبا من أحسن types of donations اللي خاص الناس يديروها ولو على الأقل مرات في الحياة ديالهم. لأن donating blood is really very very crucial and important for rescuing and saving others. باش الآخرين يتنقذوا من الموت في المستشفيات وفي الكلينيك وفي الحالات الصعبة. Donating money. Donating clothes, donating food. يعني كيوهبوا الناس يعطيو الأكل. The people who are living in the street. الناس اللي كيعيشوا في الشارع. Donating a house. تقدر تعطي شي مسكن. أوكي. شي واحد اللي ما عندوش سكن. هذه كتسمى donation. Donating land. يعني هبة الأراضي. وعندنا donations of books. واللي حتى هي is an amazing donation because you help people to be educated. كتساهم في تنوير العقول. And this is one of the things that all the prophets عليهم السلام came to this world to do, to enlighten the brains of people, okay, to get people from darkness to light. يعني تاخذ ناس من الجهل ولا الظلمات الى النور. So you're taking someone from the state of being illiterate to the state of being literate. يعني من الجهل الى العلم. That's really something wonderful. And donations shows how much people are caring for others. Donations also show solidarity between people, يعني التماسك بين الناس in every community. And also it's one way, donating is one way to educate yourself that the common good is what matters. يعني donating هي واحد الطريق باش تدرب راسك ولا توعي نفسك باش تعلم راسك ان اللي كيهم هو الصالح العام. Nice. So شنو هما البينيفيتس اللي تقدر تستافد الى درتي دونيتين اوكي. For example when you donate blood اللي كتوهب الدم you activate the feel good brain chemicals like for example dopamine serotonin and oxytocin اللي هي هما كيساهموا في انه تبقى الحاله الصحيه ديالك مزيانه. First benefit اللي هو mental health, good mental health. And the second benefit اللي بغيت نهضر لكم عليه هو it's really a good model for next generations. When you donate and your sons and daughters, they see what you're doing. So تاهما كيبغيو يديروا بحالك. They are doing the same. وهذه من بين الامور المهمه في donations هو ان next generations يبقاو يعرفوا اهميه donations ويحافظوا عليهم ويبقاو يديروا دائما donations في الحياه ديالهم. More than this, زعما اكثر من هذا, ف donations عندهم physical health benefits. عندهم ايجابيات على الصحه ديال الانسان. Some studies show that بعد دراسة بينات أن donations can really help keep you health in good condition because you lower stress. بالdonations يقولك تساهم في أنه stress ما يكونش عندك في الحياة ديالك وأنك you feel so happy. كتحس بأنك فرحان. Lots of organizations in the world depend on donations. يعتمدوا على donations.
so that they can keep the lights on. And according to the charity generator, كاين واحد ويب سايت سميتو charity generator, 95% ديال الريفينيو ديال 10 top organizations in charity in the world are coming from donations, human donations, من الهبات. In many situations, people need help very quickly. الناس يحتاجوا في بعض الحالات للمساعدة بشكل سريع. Like for example in disasters, الكوارث, ولا in hurricanes, ولا storms, العواصف, ولا in wildfires, يعني الحرائق, ولا in for example what happened during the COVID-19. So really donations help pay for emergency relief and save people in very hard times. Donating is contagious. You know that humans are social creatures, and donating can become a social norm, because when you donate and you tell your friends and your family members and you tell them why you are doing that, why you are giving donations, they may feel encouraged to do the same. You always hear people saying give a lot or don't, but this is really not correct. According to a research made in the United States of America, a small donation can have a bigger impact than a big one. So these books, these valuable books, inshallah, we'll use them in many ways. Like for example, طلبة اللي كيقراو هنايا في بن غرير ولا خارج بن غرير وعندهم مثلا باحث أو عندهم resources كيحتاجوهم في هاد البوكس, بارك الله راهم غادي ينفعوهم بزاف. They will be of great importance to them, and they will provide great help to them in making research and so on, like language and being Joseph Conrad. And also عندنا هنايا the Norton Anthology of English Literature, فهاد الكتاب هذا راه مهم بزاف. So and the novels مثلا بحال Joseph Conrad Giant in Exile, فهاد الكتاب وهاد الكاتب صراحة Joseph Conrad راه تبارك الله من أروع وأمتع الكتاب اللي كيكتبوا القصة باللغة الإنجليزية, واللي خص الطلبة صراحة يقرأوا ليه. F. Scott Fitzgerald Tender in the Night, أوكي القصة حتى هي صراحة ممتعة. عندنا النوتس كذلك اللي هما كيشرحوا كيعطيو واحد السامري كيشرحوا نوفلز. يورك نوتس راهم معروفين, يورك نوتس عندنا منهم بزاف. عندنا مثلا هنايا Gulliver's Travels ديال جوناثان سويفت, هاد النوفل راه معروفة. وهنايا هاد نيويورك نوتس كيعطوك بواحد الطريقة جد سريعة السامري ديال الكتاب وعلاش والمسجز اللي فيه والدراسة ديالو. وهنايا كذلك عندنا كليف نوتس راهم معروفين, مان اند سوبرمان اند سيزار اند كليوباترا. وعندنا هنايا مان اند سوبرمان نوتس, وعندنا هنايا ماكبث ديال ويليام شكسبير. Also عندنا هنايا Ulysses Edgar Allan Poe short stories, short works ديال Edgar Allan Poe. فالشكر موصول مرة أخرى لعائلة الأستاذة فريدة الريحاني الله يرحمها, واللي غنسميو إن شاء الله هاد الكورنر هنايا مدام ريحانيز لايبراري, وغادي يبقاو يستافدوا منها الناس بشكل مجاني. وغادي نخليكم مع فيديو قصير اللي كيبين بعض العناوين ديال الكتب اللي حصلنا عليهم من عند العائلة ديال الأستاذة فريدة الريحاني الله يرحمها في هذا النهار تاع اليوم, والله يجعل هذه الكتب ان شاء الله يكونوا في ميزان الحسنات ديالها, واللي غادي يستافدوا منهم بزاف ديال الناس ان شاء الله. كيف ما خبرناكم انه راه الاستعمال ديال هذه الكتب غادي يكون استعمال ان شاء الله انساني, واللي غادي يوفر واحد المرجع للطلبه خصوصا من داخل مدينه ابو جرير اللي غيبغيو يديروا البحث ديالهم او يديروا بحوث في الكليه, فبامكانهم يجيوا ويحصلوا على مراجع من عندنا هنا ونسميوها مكتبه الاستاذه ريحاني الله يرحمها. الكتب كاملين حصلنا عليهم صراحه من عند العائله ديالهم اللي قالوا لنا ان هاد الكتب بغاوهم هما يبقاو يستافدوا منهم الناس بشكل مجاني وبشكل يعني فقط من اجل فعل الخير.